لكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج قالت الصحف. وفي هذه الحلقة نتناول مجموعة من العناوين والموضوعات التي تناولتها الصحافة المحلية، والبداية من فقرة مانشيت وأبرز عناوين الصحف الرئيسية نتابعها بعد الفاصل. تحدثت صحيفة البعث عن عدد من المواضيع، منها القيادة المركزية، تشكيل قوائم الوحدة الوطنية لانتخاب مكاتب مجالس المحافظات والمدن، المستوطنون الإسرائيليون يصعدون إرهابهم بحق الفلسطينيين، برئاسة سوريا المكتب التنفيذي لأوابك يعتمد ميزانية المنظمة، بدء عودة الأهالي إلى معرة النعمان المحررة من الإرهاب. واهتمت صحيفة تشرين بقضايا عدة، ومن عناوينها اتفاق سوري روسي على تحديث خريطة الطريق للتعاون في مجال الطاقة، استمرار الجهود لتخفيف معاناة سكان الحسكة من انقطاع المياه، بعد تطهيرها من مخلفات الإرهاب معرة النعمان تستقبل أهلها، خطوات استباقية تلافيا لما حصل سابقا، وزير الزراعة يتحدث عن دعم أكيد للحمضيات والزيتون ويفصح عن خريطة مسؤوليات وأدوار جديدة. بدورها صحيفة الثورة ذكرت عناوين، منها استمرار العملية الأمنية في مدينة جاسم بريف درعا والقضاء على عدد من إرهابيي داعش، مجلس الشعب يشارك افتراضيا في المؤتمر الدولي لأمن المعلومات في سوتشي، أثبتوا أنهم قادرون ومتمكنون، جرح الوطن الرياضيون يختتمون منافسات دورة الألعاب البارالمبية الثانية، بعد تطهيرها من مخلفات الإرهاب وعودة الخدمات أكثر من 800 عائلة تعود إلى معرة النعمان بريف إدلب. ومن مانشيت إلى فقرة قضية ورأي، والمقال الذي كتبه الصحفي فؤاد الوادي في جريدة الثورة تحت عنوان وجه آخر للإرهاب الأمريكي. فتقول الصحيفة، تؤكد تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، والتي أكد فيها أن بلاده قد تقدم خلال الأيام القادمة على اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأن الولايات المتحدة قد انتقلت فعلا إلى مرحلة جديدة من التصعيد قد تكون الأخطر على الإطلاق لما تحمله من تداعيات كارثية على العالم بأسره. ويتابع الصحفي فؤاد الوادي مقالته بالقول، في حقيقة الأمر فإن سير الأحداث والتطورات خلال الأسابيع القليلة الماضية يجزم أن واشنطن قد بدأت مسارا متدحرجا للتصعيد، بدأ بتفجير خطوط نقل الغاز الروسية، ثم بتفجير جسر القرم، مع توقعات بقيامها بخطوات مماثلة وأكثر تصعيدية ضمن سياق محاولتها الحثيثة لخلط الأوراق وكبح جماح التحولات الدولية التي لا تزال تجرف في طريقها ما تبقى من مقومات وحوامل للهيمنة والغطرسة الأمريكية. ويختم الصحفي فؤاد الوادي مقالته بالقول، أمريكا بشكل خاص وأوروبا الاستعمارية على وجه العموم باتوا على يقين بأن مخاضات ولادة نظام عالمي جديد قد وصلت إلى مرحلتها النهائية، وبأن محاولاتهم لإيقاف عجلة التحولات والتغيرات أضحت مستحيلة، لأن العالم أصبح بحاجة ماسة وأكثر من أي وقت مضى إلى منظومة دولية متوازنة ومتعددة الأقطاب وتحكمها القوانين والشرع الدولية حتى تنقذه من أنياب تلك الإمبراطوريات الغاشمة والاستعمارية التي عاثت فيه خرابا ودمارا وفسادا وحروبا طيلة العقود الماضية. وفي فقرة تحقيقات وقضايا نتوقف مع جريدة تشرين والتحقيق الذي أجرته الصحفية صفاء إسماعيل تحت عنوان مهلة للمتهربين من الجي بي اس في اللاذقية، أزمة النقل تتفاقم والخير يحمل سادكو بالمسؤولية. فتقول الصحيفة،
بالرغم من تسجيل عدد كبير من السرافيس العاملة ضمن محافظة اللاذقية على أجهزة تتبع حركة الآليات GPS، إلا أن تركيب هذه الأجهزة لا يزال متعثراً بانتظار الشركة التي ستقوم بهذه المهمة، في حين تخيم مشاهد الازدحام على السيناريو اليومي المعتاد لطوابير طويلة في كراجات المدن وعلى جوانب الطرقات في القرى، مهلة تليها مهلة تمنحها المحافظة لأصحاب السرافيس المتخلفة عن التسجيل، آخرها مهلة وصفت بالفرصة الأخيرة ستنتهي بنهاية الدوام الرسمي الخميس القادم، فيما يقبض المواطنون على أمنيات براقة بأن تحل أزمة النقل المستعصية في المحافظة قبل حلول الشتاء. للحديث أكثر عن الوضع العام للنقل الجماعي بعد تطبيق خدمة التعقب بجهاز GPS بالتوازي مع مراقبة ومتابعة حركة النقل على مختلف المحاور والخطوط، معنا عبر الهاتف الدكتور مالك الخير، عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل باللاذقية. دكتور مالك، يسعد أوقاتك. صباحك بكل خير. يا هلا بك. هلا دكتور. بداية، بحسب ما جاء في جريدة تشرين بأن هناك يعني متهربين أو مهلة للمتهربين من GPS في اللاذقية وأزمة النقل تتفاقم، كيف تقيمون واقع حركة النقل ضمن المحافظة دكتور؟ حركة النقل بالنسبة إلى محافظة اللاذقية سارت أشواط كثيرة وكبيرة بالنسبة لحل هذه المشكلة. نحن في مراحل أخيرة وهي استخدام جهاز GPS. جهاز GPS عندما تم تركيبه في مدينة دمشق وحلب كانت نتائجه عالية، ولحد الآن يعني بعد متابعة من قبل غرفة عمليات في مدينة حلب عمل هذه الأجهزة وعملها مع المكاره نتائج إيجابية، والناس فرحة في هذا الموضوع، حتى السائقين هم فرحين أصلا في تركيب GPS، اعتبروا أنه حقوقهم جيدة، يعني راح يأخذوا حقوقهم بشكل جيد ومرتب وبدون أي منغصات. بالنسبة لموضوع GPS، نحن في أنا مثلا حاليا سأتكلم عن موضوع الأجهزة التي تم شراؤها من قبل السائقين، وهي بحدود 2600-2700 جهاز GPS. الشركة أو الوزارة اللي هي مسؤولة عن استخدام هذه الأجهزة هي وزارة النفط والثروة المعدنية. وزارة النفط والثروة المعدنية طلبت منا نحن في محافظة اللاذقية في موضوع انه شراء الأجهزة وتجهيزها لإرسال ورشة من دمشق لتركيب هذه الأجهزة. نحن أوعزنا لقسم الشرطة وعملنا تعميم على السائقين لتجهيز أنفسهم لشراء هذا الجهاز. يعني بحدود 2600-2500 جهاز GPS مشترات للمحافظة، يعني رقم جيد جدا. وما زادت المحافظة تفرض بعد يعني تفرض عليهم غرامي للأشخاص الذين لم يشتروا هذا الجهاز. وأنا أنا أنا بقول لا، نحن علينا هلا نشيل أي إشارة موجودة على هذه المكاره التي اشتركوا لنا يتركب لها التأخير من الشركة الموردة من وزارة النفط والثروة المعدنية. ما هي العلاقة؟ ما علاقة السائقين فيها ولا علاقة لمحافظة اللاذقية؟ نحن ما طلب إلينا أحضرناه، ونحن جاهزين للتركيب وجاهزين للمتابعة وجاهزين نتقبل أي يعني أي حلقة بحث عن عمل هذه الأجهزة وتركيبتها. إذا الغلط التأخير هو السبب في ذلك. أنا أطلب من الوزارة وزارة النفط المعدنية ارسال لجان يعني بدل ما نجني للتركيب او ورشه للتركيب يكون هناك اكثر من ورشه، ثلاث ورشات اربع ورشات. والحقيقه نحن حاليا نعيش يعني حلم هذه يعني هذا تركيب هذه الاجهزه، لانه كل من تعامل هذا الجهاز في المدن السوريه الاخرى او خارج البلاد قال لا يا اخي التصرف معه والانتماء الى هذه المدرسه تيجي جميل ورائع وستحل ازمه المرور. نحن ازمه المرور عندنا هي ازمه ليست بالمستعصيه، هناك بالاسبوع بالعشر ايام ما يصير عندنا يوم
او يومين في زحمه غير يعني ما نحس بين حسابها، ولكن الامور تجري. يعني هناك ارتياح لهذا التطبيق دكتور؟ للجهاز طبعا في ارتياح كبير لهذا تماما. جاوبت حضرتك عن التاخير. انا بطلب من انا بطلب يعني مباشره فضل. انه توقيت اي غرامي او اي عقوبه بحق السائقين الذين لم يشتروا، لانهم لم يخطئوا، التي اخطات او اخرت العمل هي الوزاره. يعني قد يكون التاخير بسبب يعني عدم التزام السائقين بتركيبهم على سراسيسهم؟ لا، نحن الاجهزه موجوده، نحن ما نعرف التاخير في التركيب وعدم التزام بعض السائقين يعني؟ لا ابدا. لا انا ما بحمل السائقين، بالعكس انا بشكر السائقين اللي اذا بنقول 2500 2600 2700 جهاز صاروا مشتريين، معناتها في يعني في نيه للعمل مع هذا الجهاز. تمام. طيب الخطوط، عدد الخطوط اللي رح تعمل على هيدا التطبيق، تطبيق الجي بي اس دكتور، يعني تخبرنا عنه اكثر يعني، وايضا عدد الاليات اللي ذكرت هلا انه عدد الاليات حتى تاريخه اللي سجلت على خط الجي بي اس. هلا نحن ما اشتغلنا، ما تركب عندنا ولا جهاز لسه. ما تم تركيب عندنا ولا جهاز، نحن بانتظار الورشه. يعني انا شخصيا بانتظار هذه الورشه، لانه ساكون مرافقا معها حتى ينتهي موضوع التركيب. تمام. طيب تم تحديد الخطوط اللي راح تعمل على تطبيق خدمه الجي بي اس؟ سنعمل على كافه الخطوط تماما، نحن حددنا اللاذقي جبلي، حددنا الدائر الشمالي، حددنا جبلي القرداحه، اللاذقي القرداحه، هذه الخطوط حاليا حددت ليتم التركيب عليها وتجهيزها لهذا العمل. تمام. فإذا في المرحلة القادمة يعني حسب توقعاتك دكتور سيتم البدء بتركيب هذه الخدمة لسرافيس العاملة على حافة الخطوط؟ ضروري، نحن سنتابع، أنا سأتابع هذا الموضوع، سأتابعه يعني يوميا، لأنه هذا الموضوع يحل مشكلة كبيرة على الدخل المعطلين. تمام. سؤالي الأخير لحضرتك دكتور، في حال عدم التزام بعض السائقين بتركيب هذه الخدمة سرافيسون، شو ممكن يكون فيه عقوبات او ما في يعني عقوبه؟ نحن العقوبه الرادعه، نحن رح نحدد بطاقه المازوت مباشره، لانه هو جاهز انه تبطيلي ما شفت ولا سائق يعني غير اللي عنده رغبه رح يركب هذا الجهاز اللي عنده نظام فيه. نعم. عسى ان تحل ازمه النقل ضمن المحافظه اكيد بتطبيق هذه الخدمه، أسوة بالمحافظات الأخرى كما ذكرت، كانت تجربة ناجحة بباقي المحافظات. دكتور شكرا لحضرتك. الدكتور مالك الخير عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في اللاذقية كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك. شكرا كثير إليك، وبشكر السيد المحافظ اللي ما يتابعنا في بالنسبة لهذا الموضوع يوميا، يريد أن يخبر ويضاهد بأن يتكلم مع الوزير من أجل إرسال لجنة من دمشق، ورشة من دمشق لتركيب هذا الجهاز. نعم شكرا لك. شكرا. وفي فقرة زوايا وأعمدة نتوقف مع جريدة الوحدة والمقال الذي كتبته الصحفية رنا رئيف عمران تحت عنوان في ظل أزمة الثقة ماذا يريد المواطن؟ فتقول الصحيفة هي أزمة ثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية بلا شك، يعززها غياب الصراحة والشفافية الواجب حضورهما بين طرفي المعادلة. فالمواطن تتلاطمه أمواج من هموم ومتاعب ومصاعب أرهقته، وفي الطرف المقابل من المعادلة ثمة مؤسسات ومسؤولون وضعوا في مواقع المسؤولية لخدمة هذا المواطن وتحقيق متطلباته. وتتابع الصحفية رنا رئيف عمران مقالتها بالقول بين هذا وذاك يتدفق على المواطن سيل من الوعود والقرارات والخطط والبرامج العريضة، لكنها على أرض الواقع تذهب أدراج الرياح ولا يعرف مصيرها. وعود بتحسين الكهرباء وواقع المياه وترحيل لائق للقمامة، ضبوط تموينية غير رادعة ومشكوك بجدواها، انفلاش وتراخ في السيطرة على انفلاتات مرعبة لأسعار السلع والخدمات، كلها وعود للأسف ليس فيها ما يبشر المواطن ويقنعه أن علاج أزمته المزمنة سيكون بهذه التحركات وفيها البلسم الشافي لكل أوجاعه. وتختم الصحفية رنا رئيف عمران مقالتها بالقول ما ينقصنا للحقيقة
هو تلك المصارحة والحوار غير المتقطع مع الإطلالات الدائمة لمسؤولين من خلال كل منافذ الإعلام ووسائل التواصل، فالمواطن يريد خريطة طريق واضحة وشفافة توصله إلى بر أمانه وأمانيه في حياة طبيعية أو شبه طبيعية، نزولا أمام واقع صعب نعيشه على صعيد الوطن والعالم بما فيه من اختناقات دولية طارئة مسلما بحضورها المؤلم. ونتابع مع فقرة ملفات اجتماعية ونتوقف مع جريدة تشرين وما كتبته سراب علي في صفحة المجتمع تحت عنوان التوسع في شعب، استعدوا للالتحاق بالمدرسة، 28 شعبة في 27 مدرسة في اللاذقية. فتقول الصحيفة: ضمن خطة وزارة التربية وبناء على الكتاب الوزاري المتضمن الاستمرار بافتتاح شعب مشروع استعدوا للالتحاق بالمدرسة في مدارس الحلقة الأولى، تم توسع هذا العام بالمشروع في اللاذقية، وذلك عبر افتتاح 28 شعبة استعدوا في 27 مدرسة بطاقة استيعابية 30 تلميذا في كل شعبة. للحديث أكثر عن مشروع استعدوا للالتحاق بالمدرسة في اللاذقية وأهميته، معنا عبر الهاتف الموجهة التربوية ميساء أحمد، منسق المشروع باللاذقية. أهلا وسهلا بحضرتك. يا هلا، أهلا وسهلا فيكم. هلا بك أستاذة ميساء. بداية نتحدث أكثر عن مشروع استعدوا للالتحاق بالمدرسة اللي بدأ العمل فيه منذ عام 2017، شو الغاية من هذا المشروع والأهداف المرجوة منه؟ تمام. طبعا هيدا المشروع استعدوا الالتحاق بالمدرسة، مثل ما قلتي حضرتك، هو مشروع أطلقته وزارة التربية المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة بالتعاون مع منظمة اليونيسف منذ عام 2017. هذا المشروع هدفه افتتاح شعبة صفية تحضيرية في مدارس الحلقة الأولى من التعليم الأساسي لاستقبال الأطفال بعمر 5 سنوات، وذلك لمن لم يستطع الالتحاق بالمدرسة. قلتي حضرتك تم افتتاح 28 شعبة لهذا العام. لهذا العام 27 او 28 اضافة للشعب اللي كنا افتتحناها منذ عام 2017، ليصبح لدينا لهذا العام 49 مدرسة تضم حوالي 56 شعبة صفية، بطاقة استيعابية 30 طفل بكل شعبة صفية. فصار عندي عمليا احصائية 1400 طفل بهذه الشعب، فهي عمليا خدمت شريحة واسعة واستهدفت طبقة يعني ذو دخل محدود، ساعدتهم بهذه الظروف لإدخال أو إلحاق أطفالهم بالروضة. تمام. فإذا الفئة المستهدفة هي فئة الخمس سنوات قبل المدرسة. تماما، الخمس سنوات تعتبر كفئة تحضيرية للإلحاق بالصف. وهيدي الشعب موزعة بمختلف مناطق المحافظة، يعني هي ليست محصورة بالمدينة أبدا. أنا عندي بالمدينة 11 شعبة، وبالقرداحة 12 شعبة، بجبلة 11 مدرسة، بالجبلة 11 مدرسة، بالحسة 7، بمنطقة اللاذقية 8. فهي راعينا التوزع الجغرافي بتوزيع هذه المدارس. تفضلي. نتحدث عن الآثار الإيجابية لهيدا المشروع على الطالب والأسرة والمجتمع بشكل عام أستاذة ميساء. تمام. طبعاً هيدي المرحلة العمرية هي مرحلة حساسة كتير. ببداية العام بالأسبوع الأول للمدرسة، هو أسبوع التهيئة للطفل للدخول إلى المدرسة، بتلاحظي أنه في كتير انعكاسات على نفسية وشخصية الطفل. لذلك كان هناك ملف تم إرساله من قبل المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة، تم إعداده بأيدي خبيرة، متضمن أنشطة متنوعة لتهيئة الطفل للدخول إلى الروضة. له أثر نفسي كبير في كسر حاجز الخوف والقلق اللي بيشعر فيه الطفل بأيام الأولى للروضة. صحيح. بانفصاله عن أهله. نتيجة هذا الانفصال قد يؤدي إلى انعكاسات سلبية على شخصيته، بالتالي المربي
مهيئة ومدربة على أساس استقبال هذا الطفل. تماما، يعني هون كثير مهم الكادر التدريسي تمام. اللي يكون مهيئ لاستقبال هيدي الأطفال، يعني وأعطائه إحساس بالأمان والطمأنينة. تم إخضاعه لدورات معينة الكادر التدريسي؟ حكما الكادر اللي بده يدخل على هيدي المرحلة العمرية هي رح يكون عندنا بكل شعبة صفية مربيتين. تخضع كل مربية لدورتين أساسيتين. طبعا هناك دورات متتالية كتمكين وتزويد تعزيز قدرات، ولكن الدورات الأساسية هي دورة إعداد مربية طفل الروضة. إعدادها يعني تهيئتها للتعامل مع هذه المرحلة العمرية لمعرفة الخصائص النمائية للطفل، كيف تتعامل معها، كيف تطبق الخطة الوزارية، إضافة لدورة تانية هي دورة كتير مهمة تنمية المهارات الحياتية. الطفل بهذه المرحلة يتعلم ما يعيشه، فبالتالي هناك أنشطة كتير مهمة، أنشطة مهارات حتى يقدر هذه المهارات تساهم بتنمية شخصية الطفل. يعني بهذه المرحلة العمرية على فكرة من العمر 0 لـ 8 سنوات هي دي المرحلة الأساسية لتنمية شخصية الطفل. تمام. ونقدر نتنبأ عن شخصيته بنسبة 80% كيف سيكون في المستقبل. صحيح. لذلك نحن كثير حريصين أنه المربية اللي تدخل على هيدا الروضة، طبعا في متابعة من قبلي، متابعة من قبل فريق معد ومدرب لمتابعة هذا الموضوع. تمام. يعني في معوقات او مشاكل قد تواجه يعني سير هذه العمليه او هذا المشروع خلينا نقول بالمدارس ريفا ومدينه؟ هلا لا شك راح يكون في معوقات، بس نحن في تعاون كثير كبير من السيد مدير التربيه والسيد معاون مدير التربيه للتعليم الاساسي لتجاوز كافه هذه المعوقات. قد يكون اول في بدايه العام توفر الكادر شوي، نحن تعبنا عانينا لانه من ضمن المعايير ان يكون هناك رغبه للمربيه تدخل. ففي بعض المربيات كان في عندهم تخوف من الموضوع، لذلك كان في دراسة مع زملائي الموجهين والمعاون مدير التربية بحيث أنه نحن ننزل اختصاص رياض الأطفال. نحن عندنا رياض أطفال معينين بصفة معلم، فنحن حاولنا ننزلهم لأن هم أدرى لبين ما ندربهم. هلأ رح يتم التدريب الكادر الغير مدرب، طبعا نحن عندنا كادر كثير كبير مدرب وجوا الشعبة، الكادر غير مدرب هو اللي تم تعيينه لهذا العام في الشعب الجديد المحدثة الجديدة. يعني في تعاون كتير كبير من مديرية التربية والتعاون الأكبر من البيئة المحلية. تمام. على فكرة هي كتير رحبت بالمشروع، كبيئة محلية رحبوا بالمشروع لدرجة أنه مثلا الرسومات بالقاعة الصفية، طلاء الشعب الصفية، النظافة، تبرع من الأهالي، وهذا موضوع شجعه سيد وزير التربية وشجعه مدير التربية أنه نحن التعاون المجتمع المحلي كثير له بصمه وكثير بيساعدنا لنجاح هذا المشروع. نعم. اكيد كل التوفيق لكل الجهود المقدمه من قبلكم لنجاح هذا المشروع. شكرا لك الموجهه التربويه ميساء احمد منسق مشروع استعدوا للالتحاق في بالمدرسه في اللاذقيه. شكرا لك. شكرا كثير، يعطيكم الف عافيه. شكرا. في نقطه الو. ونتابع بفقرة الأخبار المحلية ونتوقف مع مجموعة من الأخبار المحلية المنوعة، وبداية من صحيفة الوحدة الصادرة في اللاذقية. أشارت رئيسة برنامج اللقاح في مديرية صحة اللاذقية الدكتورة جنان رحال إلى أن الحملة تستهدف حوالي 230 ألف طفل وطفلة وبغض النظر عن لقاحاتهم السابقة، مشيرة بأن الحملة تنفذ عبر 100 مركز صحي وحوالي 50 فرقة جوالة، مؤكدة بأن اللقاح آمن ومجاني ومعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية. وصحيفة العروبة الصادرة في حمص، ذكرت مديرة شركة تصنيع العنب بحمص المهندسة منال أسد أن الكميات المستلمة بلغت 9937 طنا من العنب العصيرية، موضحة أن الكميات المستلمة جيدة وتصل قيمة كميات العنب الإجمالية التي تم شراؤها وسيتم تقبيضها للفلاحين بحوالي 10 مليارات ليرة سورية. وصحيفة الجماهير الصادرة في حلب،
أوضح مدير زراعة حلب المهندس رضوان حرصوني أن المساحات المزروعة في محافظة حلب من الذرة الصفراء التكثيفية تبلغ 37 ألف هكتار ونصف، إضافة إلى 5000 هكتار من الذرة البيضاء، مبينا أنه من المتوقع إنتاج 260 ألف طن. وصحيفة الفداء الصادرة في حماة، أكد مدير المصالح العقارية المهندس ريمون نجار للفداء أن هناك ضغط عمل كبير في المديرية، حيث تم منذ بداية العام ولغاية شهر أيلول الماضي إنجاز 29,052 معاملة متنوعة ومتعددة، بيوع عقارية، توثيق عقود رهن وغيرها، وبرسوم بلغت 812 مليونا و 514 ألف ليرة، وهناك 17 مكتب توثيق عقاري يتم من خلالها إنجاز معاملات البيع والتوثيق. ونختم ملفات حلقة اليوم من برنامج قالت الصحف مع فقرة بدون تعليق وأبرز الصور الكاريكاتيرية للصحف المحلية. مشاهدينا، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج قالت الصحف، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.